أنا محمد هاشم بيرزادة، محامي في المحكمة العليا بإقليم السند. سؤالي لسماحة الشيخ: أثناء الأعمال المنزلية العادية، عندما يزعج الأولاد الصغار أمهاتهم، يفتحن لهم التلفاز لكي يشاهدوا الرسوم المتحركة حتى ينشغلوا فيها ويبتعدوا عنهن ولا يزعجوهن، ما الحكم الشرعي لذلك؟ لا ينبغي ترك الأطفال لمشاهدة الرسوم المتحركة، ولا أن تصير الأمهات رسوما متحركة، وذلك عندما يصرخن الأمهات على الأطفال يبدو كأنهن رسوما متحركة. إذن لا تصح مشاهدة الرسوم المتحركة، ولا أن يصيرن بأنفسهن رسوما، بل يلزم عليهن أن يخترن طريقة ثالثة، وهي تشغيل الأناشيد الدينية. عندما يتعود الأولاد على سماعها يفرحون بها. حفيدي هلال رضا عندما كان صغيرا جدا لا يفهم معاني الكلمات، ولعله لم يكن يمشي حينئذ، كان يستمتع بسماع القصائد. إليكم هذا نموذج على ما أقول. سبحان الله، سبحان الله، ما شاء الله، جزاك الله.